السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم شاب دائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينيك دي زد، قناة أخبار كرة قدم الجزائرية وخاصة الأفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريتانيا. وما ننساوش تحية إجلال وإكرام وتضامن لشعبنا الفلسطيني وخاصة أهل غزة. ربي ينصرهم على عدو الغشيم الصهيوني، ويرحم ربي يرحم شهداءهم الأبرار، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حصة اليوم خاوتي نتكلم على مراسلة الفيفا الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم حول أمور قد تعصف عصفا. إصابة السيافة، إصابة التحكيم الجزائري رسميا أرسلت قائمة الحكام الدوليين اللي تكلمت عليها عندي حوالي شهرين أو شهر ونص، وتكلمت على الخيانة العظمى التي تلقاها في الظهر، طعن في الظهر تلقاها رئيس الاتحاد والاقتصادي من بارون السيافة الحكم المونديالي لمونديال البرازيل. الأمور كما قلت لكم، جبنا لكم اليوم القائمة 100% باش تشوفوها معنا ونسمعوها لكم. قائمة أن القضية كانت عندي حوالي عدة أيام، اللي لافريت كاسي ولافريت ريغلت ومنا كانت محاولات من بارون السيافة ومن المحلل التلفزيوني لحاس باصر اللي راني جايك على بالي بلي انتك شاركت بالسموم تاعك الأرضية ضد الحكام نزع الشارة الدولية. بعد ما تكلمنا في ذاك الوقت في شهر نوفمبر، قلت لكم اللي كاين خيانة عظمى والبارون وكذا، وشونج على ليست بلا موافقة رئيس الاتحاد والاقتصادي اللي كان عنده مابا أسبوع لحكم الاتحاد. ولكن كاين العدالة الإلهية، كاين أمور هنتكلموا عليها اليوم إن شاء الله. القائمة أرسلت وستنشر في قادم الساعات أو قادم الأيام. أنا غريس قائمة عندي في حوالي أكثر من أسبوع رسمية كما يقولوا، اتفاليدات في السعوديه في بمؤتمر فيفا اللي كان في السعوديه بمناسبه كاس الانديه، كاس العالم للانديه التي اقيمت في السعوديه. لا ليست اتفاليدات، شكون اللي اتفاليدا وشكون ما غيرش، غادي نقولها لكم الان بكل موضوعيه وديمقراطيه. البارون هذه هي قال لك ما يبقى فيها غير طول العمر. البارون للأسف دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، وضربة موجعة للبارون، ضربة موجعة بأتم أدنى. لو عندك ربع 1% تاع شخصية ورجولة تحط الاستقالة تاعك وتنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، توصلها في الرسمية بلي أنا مستقيل من ديبارتمون تاع فورماسيون تاع السيف، ولكن عندك شخصيه خايفه البوست تاعك تاعك. ولكن اليوم نعطيكم لي ديتاي تاع لي ديتاي، واش راه واقع، واش المراسلات. رئيس الاتحاد شخصيا، معلومات عندنا من مصادر جد موثوقه، راسل الفيفا في شهر نوفمبر، بعث ارساليه بعدما الحمد لله قناه أوروفينيك دي زد العبد الضعيف دار درنا الواجب الوطني من أجل حماية الاتحادية وحماية سمعة الجزائر. الفاظ بعدما سمعت ترافيرس القناة تاعنا، سمعت بلي كاين مشكل وكذا وكذا، وكاين رئيس اتحاد معلوماتنا الموثوقة قال لك نو ماليس ما توشاش. احنا قلنا بلي 100% توشت في المساعدين بعدما ما قدش ناحية توابتي ومخالفة، راح ضرب في الباليست تاع المساعدين. رئيس الاتحاد بعت إرسالية ووضح بمعية الأمين العام وشارف مهدي عبيد شارف تاع السيافة، بعتوا استفسار بلي لا ليست حنا قلنا بلي ما تشونجاش، ولكن حسب ما راحوا فيريفو في لي بابي تاع ديبيشي لقاو بلي تشونجاو دوز اسيستون، نحاو سراج ونحاو بن عميره.
وداروهم بالحكم المساعد الصديق المقرب للبارون واللي خلط كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي تاع الاغواط السيافه وورد بن سلامه تاع مدينه وهران. ورد بن سلامه انا ما عندي حتى حاجه معك، وربي يعاونك وربي يزيدك ان شاء الله، ولكن هذاك تاع الجنوب للاسف خلط في لي ريزو سوسيو، خلط في الفيسبوك، خلط مع البارون، يضرب منا ومنا، الاخر راه في الدين ضيق، خلاص عليه دبلوسيس. ونقولها لكم هذا المنبر بسبب هذا القائمه باش تشونجات سببها تاع الجنوب. شكرا على المعلومه القديمه. تاع الجنوب هو اللي شعلها، وهذيك هي لازم تخيط سان، لازم بلوك ها تحماكم الفرفره تجيبوها في كعادكم. خلص مع البارون ومنا علاش نضربك شاه نحيو من هذا المنبر الحكم السلطاني اللي رماه من الطياره سي بون ماشي اربيت معاه. حكم السلطاني راه في لابيل راه يدور غايه وغادي يوصل باذن الله السلطاني من خطر من هذا العايشه. وهاش دروك راه يحاول ويبكي ويمد والناس تنترفيني فلان يعيط فلان يعيط هاون هذا الاول طيحوا خشان كملوها خشان مشي من بعد ترتبوا ها بلاف. الفيفا بعد يومين جاوبت الاتحاد الجزائري قالت لهم با تسوسي واش حاكم حابين ديروا؟ قال لك لازم القائمه ترجع هي هي لازم هادو دوز اسيستون. للاسف ورد بسلامه راح ضحيه البارون ضحيه تاع الجنوب الخلاط تاعهم. هذا ولد بسلامه انت من مدينتي من وهران ما نعرفكش ونتمنى لك ان شاء الله ترجع بقوه. بوركوا با يعني جيت ما عندك الباتش بوركوا با خدم ان شاء الله. فوالا الفيفا بعثت لافاف بعثت باللي يرجع سراج ويرجع هذا تنميره منذ اسبوع او 10 ايام اوتوماتيكو الفيفا قبلت بعثوا داروا لا رينيو تاع الفيفا في السعوديه وفاليداو وبعثوا لكل الاتحادات ما على باليش انا لحقت ولا ما لحقتش الاتحاديه ولكن المعلومه انا جاتني من الفيفا من السعوديه قسما بالله لا ليست جاتني من السعوديه ما جاتنيش من الاتحاد الجزائري قسما بالله. ما هذه رسمي تاع رسميات. دونك غادي نعدو لكم عندنا تالي ماتريكيل تاعو حمد الشكرو كاين الحكام السونترال كما يقولوا الاساسيين كاين مصطفى غربال كاين العربي لحلو بن براهم كاين لطفي بوكواسا لطفي بوكواسا يوسف قاموح محاطين اكسبتان كاع محاطين اكسبتي حسام بن يحيى الماتريكل تاعه يكمل ب 28 اكسبتي نبيل بوخالفه الماتريكل تاعه تالي يكمل ب 96 جاود عبد المؤمن توابتي الماتريكل تاعه يكمل ب 84 اكسبتاب اكسبتد كما نقول اك اكسبتد باللونجلي لاميا عثماني اكسبتي غادة محات غادة محات اكسبتي. نروحو لي زاسيستون اللي فيها الجهد تبدا بمحمد بن عميره اكسبتي بارك عليك بن اكسبتي راك بقيت زير روحك باسكو هاد العام دوك نعطيكم مع التالي نعطيكم مفاجاه محمد سراج البوندي الكبير الحوته المطليه مطليه بدك الزيت تاع زنزيبار حوته مطليه ولكن هذاك حوته مطليه بدك الزيت تاع زنزيبار يا سراج اكسبتي سراج زيد لو 19/11/83 سي سا 83 محمد سراج الماتريكول تاعك يكمل ب 10 باللومي صفر تلعب باللومي سراج حوته مطليه بدك الزيت تاع زنزيبار ولكن داك الزيت نظن غادي ينشف غادي ينشف وتنقدم غادي تنقدم ها مولا سبع ارواح انت بابا با تنظن راك في الروح سبعه على حساب اللي تنحسب لك في الروح بلي حتى الروح سبعه في الثامن الله يجيب الخير. بلاف عباس اكرم زرهوني اكسبتابل حملاوي سيدي علي ابراهيم اكسبتابل مقران قولالي اكسبتابل عبد عادل عبان اكسبتاب حمزه بوزيت اكسبتاب ياسين ورد بن سلامه نو اكسبتاب نو اكسبتاب ورد بن سلامه مس زيد لو 28/2/91 نو اكسبتاب ولا عبد القادر صيافه خروات الكبير تاع البارون حبيب البارون ها صاي راك طاكسي بلي تاع البارون انت وصلت روحك خويا وانت خلطت معاه وطحت خشين والنو نو اكسبتابل نو اكسبتابل زيد لو 26/11 فوالا انا عمار فريال
اكسبتابل اسمها في ريال اكسبتابل اسمها في ريال اكسبتابل سارة كماد اكسبتابل اولا البارون ضربة موجعة ضربة في الصميم لبارون الصيامة كلامك سقط في الماء بغيت تطلع هذوك تاع لي ريجون طلعهم انتليك هاكا باكيتا قصوها لك في لابو بعد بغيت تخلي دوز اسيستون تخلط مع دبيشي دخل في الحيط والفيفا لحق الاسم تاعك باللي نتايا في الايميل مسيو فلان بالفلان هو قام بالتغيير بدون امضاء رئيس الاتحاد القانون اللي يقولوا مترافه يقولوا لازم سينياتور تاع رئيس الاتحاد وسينياتور تاع الاجي دبيشي وليد صادي لم يمضي على الوثيقة فالضربة كانت موجعة البارون نهايتك ستكون وخيمة في قادم الأيام وقادم الأسابيع ستكون مفاجأة في البارون ومن سوك لي باج تاع الفيسبوك تاع هيشر تاع الغدراج خاصة تاع تاع النوش تاع بلعباس اللي قال لك باللي غادي ندير لك الغايطة على بالي وقال بها شي تاونا وسميتني انا ناطق رسمي وش كوبي ولا غير رسمي صح كاش بيك واحد الايام غادي تجي يجيبوا النيميرو تاع تاع لاباج وتاع كاع لي باج تاع الباسبوك كي تاع الفيسبوك تاع الاربيتاج قسما بالله غادي نشاشمكم واحد بواحد ونجبدكم واحد بواحد وكاع غادي تنضموا للصف لا ها وانو تاع الباسبوك اخويا كادو ما عليه ماشي انت كنت دار لاباج انت كنت دير لي غير هاك تشيت لي راح يبني عندك باسبور احمر ما عندك صالي في هذا انت والو انت غير تاع ابتزاز تاع لي زاربيت يا خا يا خا لازم بقى باش ناكل واحد كيما انا انسان ضعيف 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 قليل كيما يقولوا شي شاطر ما بانش انا انسان ضعيف ضعيف خاطرني التكبر خاطرني الحكرة خاطرني الابتزاز ما ندير راه حتى واحد يجي يقول عطيت بغيت دراهم يجي كابني هذا مكان ولا يقول لك دنا معاه ولا خلطنا معاه يجي صافي انتم تبتزوا وتخدموا لي ماتش وديروا ابتزاز في لي بار خرجت لاباج تاع بلعباس انوش هامبل لاباج تاع التحكيم الجزائي خرجت من بلعباس وانا ما على باليش يا خا وجينا نقدر تنوز عليا وكنت صادقا صادق خصنا صادق ما خصهاش شي هذا خصها الرجال بغيت صادق خصها الرجال شي هذا اللي قاعد تصير ولا خاوتي اتيناكم على السياقة احس بصا راني جاي في بواد الدواسة بالغايطة والبندير يا خا يا خا اي روحوا ولا البارون انتهى نهائيا من الساحة الكروية الجزائرية داو من حامل الواحد واللي راهم يهضروا على السياب هذه تاع شرف يجيب لنا فساد انا بني باللي لي ماناجر راه يتلفت لهم راه يتلفت لهم واحد التلفه تاع مهابي لي ماناجر راه يتلفت لهم شوف كاين اخطاء تحكيميه بغيت تكتب تكركر ما تكركرش ما شاء الله هاي شي راه يبغوا فوتو اربي تاعكم شوف عهد الابتزاز انتهى عهد الابتزاز انتهى وانتهى وانتهى هاو وراني السلام جاي تاع لي زانترناسيون باش نكون في عندكم فيها تغييرات لها السنه القادمه وغادي يبقى فيها غير طول العمر هاني نقولكم هاد الخضراء الناب داروا لنا لا فاس لايك غير بريود ترونزيتوار ما بغاوش يخربوا ولكن العام الجاي حاطه يبقى فيها غير طول العمر هاني نقول لكم العام الجاي يبقى فيها غير طول العمر وكاين ديوفا كاين شبيبه في بلان ان شاء الله خدموا واللي يخدم ان شاء الله يلحق فوالا لا مافيا قلت لك تاع الجنوب ندير لك حاله تراب باي باي تحيه لكم 1 2 3 يلا جيلي